أما فاطمة المرنيسي فللأسف الشديد يعني هذه رغم أنها راهنة يعني سرعانة ما نسيها الناس، ولكن أودعتني 5 كراريس هي دروسها في كلية الآداب، وأنا أعتذر لأنني تأخرت في نشرها، أهملت ذلك. عندما عدت إليها واستشرت مختصين أكدوا لي بأنها كتب راهنة، وبأن طلبة الجامعة وأساتذة الجامعة والثانوي في حاجة، وعموم المثقفين في حاجة، ولذلك عمدت إلى إصدار هذه الكتب 5. الأول سيصدر بعد أسبوعين من الآن، ولكن لتيسير تناولها أدخلتها ضمن مجلة الملتقى، رغم أنها كبيرة لأن مجلة الملتقى كلها ب30 درهم، ونصفها تقريبا غادي يكون هاد في 3 أعداد. العدد الأول في حوالي 80 صفحة كلها كتاب واحد من هاد الكتيبات، والبقية ورحم الله فاطمة وأمثالها لأنهم كانوا ممثلين لعلم مواطن ووطني، علم حقيقي ولكن لا يتاجر به، بل اشتغلوا مثل ما فعلت مع باسكو ولا الناصري. هادو علماء حقيقيين وفي نفس الوقت مناضلين حقيقيين، وأنا لا أتصور تناقضا أو حتى اختلافا أو تباينا بين أن تكون أكاديميا جيدا وأن تكون وطنيا صادقا، بل بالعكس الجودة الأكاديمية يمكن أن تتوفر أكثر عندما تتوفر الغيرة الوطنية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية.